أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم تسود أجواء ربيعية، درجة الحرارة تبقى على المعدلات لمثل هذا الوقت من العام. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، يكون الطقس مستقر غالبا صافي، 17 درجة مئوية، ملموسة 16، رطوبة مرتفعة، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية. المفرق 18 إلى 7، إربد 17 إلى 9، نفس الحرارة في عجلون، وجرش 18 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 19 إلى 6، البلقاء 18 إلى 11، عمان 17 إلى 8، مأدبة 18 إلى 6، والبحمية 25 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 18 إلى 10، طفيلة 17 إلى 11، الشبك 15 إلى 9، معان 18 إلى 5، والعقبة طقس صافي 24 إلى 15 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 19 إلى 5، الصفاوي 20 إلى 4، ورويش الطقس صافي 20 إلى 6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.